السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلاميذ السادس الابتدائي. هاي السلسلة هي نقدر نقول عليها مراجعة لما بعد المادة، وخاصة بالنصف الأول من السنة الدراسية. راح تصير دروس شوية مضغوطة وسريعة ومتكونة من 5 مقاطع فقط، تعتبر ملخص اليونتات الأربعة. فاليوم ناخذ الوحدة الأولى يونت 1. ابقوا يانا. Hello again. Hello everyone. I am Karam. I'm gonna teach you some English. So, unit 1. First thing. Question. الأسئلة القصيرة. Question. أو الأسئلة القصيرة والأسئلة الطويلة. Question. الأسئلة بشكل عام متكونة من نوعين اللي قلناها، الأسئلة قصيرة وأسئلة طويلة. WH question. WH question وهي المعتمدة على أدوات اللي راح نشوفها هسه. والأسئلة القصيرة. Short question. Short question جوابها هو واحد من اثنين، إما yes وإما no، أو yes أو no، لو yes لو no. شنو الأدوات المستعملة بها؟ can shall have do did does it is are. وطبعا مشتقات هسه اللي راح ناخذها نفد شوية. أسئلة قصيرة أول شيء قلنا، وجوابها لو يس لو نو. وعندنا الأسئلة التفصيلية دبليو اتش كويستشن اند ات ريكوايرد انفورميشن، معلومات، وهاي أدواتها وات وير وين هو واي هوم ويتش ويتش. Where are your parents? Where are your parents? جواب راح يكون تفصيلي. شوف الوير اللي بالبداية معناها الجواب، يريد معلومات information. There are in the house. There are in the house. إنهم في المنزل. شوفوا انطى معلومة جديدة، بينما هنا أنا ما راح ينطي معلومة جديدة، راح لو يأكد لو ينفي، ما راح ينطي معلومة جديدة. Can you run? تقدر تركض؟ No I can't. Yes I can. هنا أنا عندي قاعدة فيما يخص الجواب، إذا كان الجواب بالنفي في حالة no يعني شو نسوي؟ نضيف not، وإذا كان إثبات نخلي الفعل المساعد مثل ما هو، هذا اللي بالبداية نجيبه ما بعد ال I. طبعا ال you تتحول I مثلا، ما عدا ال you، ما عدا ال you اللي قلنا عليها you can you run، اليو تقبل اثنين، اما اي واما وي، بس كل الضمائر البقية، كل الضمائر البقية they الات الشي الهو، كل الضمائر البقية تبقى نفسها ما عدا اليو تصير اي، ما عدا اليو تصير اي. فسنجي اذا كان الجواب بنعم فيبقى الفعل المساعد كان كما هو، اما اذا كان بلا فتضاف اليه نوت، واختصارها هذا نوت، نضيفها وين؟ للفعل المساعد. هاي طريقة الجواب على الاسئلة القصيرة. جميع الافعال المساعدة حين تأتي في السؤال مثل دو يصبح معناها هل. فهسه كان هي مو معناها يستطيع، بس من اجت بداية الجملة وصارت سؤال صار معناها هل. هل بعض الأفعال لها شكل مختلف في الماضي مثل شنو؟ shall should can could do did are where is was. then هاي الأفعال هي عبارة عن أفعال مضارع حاضرة، هاي الأفعال، وهذن هي الماضي مالتها. دير بالكم should مو should should، وهذن الماضي مالتها، هذا الحاضر وهذا الماضي. shall تصير should، can تصير could، do تصير did، و are تصير where، وإذ صير واز. نجي هنا لحروف الجر. حروف الجر اللي أخذناها هي it on وان. إذا أجدت ويا الأماكن أو ويا الأعمال jobs المهن كلها تصير في، هي أصلا معناها كلها في، بس on في بعض الحالات يعني تجي معناها على، إذا استعملناها للفوقية بس تجي على، بس إذا استعملناها بالمهن يصير معناها في، يعمل في أو كذا يعني. فهسه نجي الات
تجي بس ويا الهوم، الآت تجي بس ويا الهوم، لها استعمالات ثانية. هي آت مرات تجي إذا مريت بمكان وأنت ما باقي بي ما تشتغل بي، نستعملها آت هاي الحالة ونستعملها ويا الهوم. فأنت من تشوف آت رأسا خليها ويا الهوم. وبعد إيش عندك؟ عندك on تصير the road building site و farm، وعندك in hospital و oil refinery و restaurant و office. هسه نعرف ترجمة ذني، بس خلنا نعرف هاي المعلومة. هذين اللي هاي القاعدة راح نستخدمها ويا المهن. شو تريد تصير من تكبر؟ I want to be فراغ. هاي دائما تستعملها، دائما دائما من تريد تعبر عن المهنة اللي تريدها من تكبر تستعمل هاي الجملة I want to be. من واحد يسألك What you want to be when you grow up، شو تريد تصير من تكبر؟ فأنت تجاوب تقول When I grow up، من أكبر يعني I want to be an engineer. I want to be an engineer. ما أخذين شو وقت نستعمل الـ N والـ A، هذين الكلمتين بس تقدر تغيرهن، بهذا الباقي عبارة عن قاعدة ثابتة ما يتغير. I want to be a teacher مثلا، I want to be an engineer. مرة يدراجع هاي الان والاهل ما اخذينها بالخامس انتم. I want to be a teacher، I want to be a doctor، I want to be an IT programmer وهكذا. هسه نجي ناخذ المهن، نراجع ذا المرة الثانية. Restaurant، office، hospital، farm، the roads، building site، oil، refinery. المهن عندنا اول وحده ويتر، وين تجي ويتر؟ ويا الريستورانت. اي تي بروجرامر مبرمج، اي تي بروجرامر يصير اوفيس، دكتور ونيرس هوسبيتال، فارمر فارم، بوس درايفر ذا رود، بيلدر بيلدينج سايت، انجينير اويل ريفينري. هاي المهن. فهسه ان تريد تختار مهنه تستعمل الجمله وياها اي وانت تو بي ان انجينير، الاس الاس يعتبر شيء حيوي، something vital in English، شيء حيوي باللغة الإنجليزية، عفوا باللغة الإنجليزية. أدران عندنا ثلاث أسات لازم نعرفهن، ثلاث أسات مهمة بدراستكم، اللي هي أس الجمع وأس الغائب اللي هو نفس أس الشخص الثالث نسميه، يعني نحكي عليه غائب فنسميه أس الشخص الثالث، لأن الأول هو المتحدث والثاني هو السامع والثالث هو الغائب. وهنا عندنا أس التملك. هسه أول شيء أس الجمع، مثل إيش؟ مثل آبل. آبل طبعا، آبل طبعا أكو قواعد عديدة حتى لإضافة أس، منها شو وقت نضيف آي إي أس، منها شو وقت نضيف إي إي أس، منها إذا جواب قبل حرف صحيح أو علة شو نسوي، وهو قواعد ما تحتاجونها بس ركزوا على أنه إضافة أس تجمع الأسماء، تجمع الأسماء. عندنا تضاف إلى الأسماء فقط. أما الغائب it looks fine، it looks fine، هذا looks يعتبر فعل. أس الغائب تضاف فقط وفقط مع الفعل، وش وقت؟ في زمن المضارع البسيط، في زمن المضارع البسيط، يعني المضارع اللي ما بي لا فعل مساعد ولا ing ولا أبد، مضارع مجرد ثلاث كلمات فاعل وفعل ومفعول به، مثل هاي الجملة اللي قدامنا it looks fine، هاي بسيط، مضارع بسيط. نضيف S وياه، وش وقت نضيف S؟ شوفوا التحديد اللي بالموضوع، وش وقت نضيف S؟ نضيف S إذا كان اسم، اسم حيوان جماد أو أي شيء، وإذا كانت أحد هذه الضمائر هي she it they، ضروري إذا كانت أحد هذه الضمائر أو إذا كان اسم مثل أحمد مثل كذا أي لايبوري، يعني سوالف. يبقى التملك، التملك تستخدمها مع الأسماء والضمائر للدلالة على الملكية، مثل it's hers، it's hers، إنها لها هذا الكتاب مثلا، لها it's أحمد's book، it's أحمد's book، هو كتاب أحمد. نجي هنا أنا هذين القطعتين المهمات راح نقراهن من بين كل دروس اللي بهذا اليونت، هذين القطعتين لازم تقروهن وتفهمون. أنا ترجمت لكم فراح أقرأ بس الإنجليزي، وهذا الملف راح أوفق لكم برابط بالوصف تأخذونه. Hello my name is Han and I am Chinese. I live with my mom and dad on our farm. Both are farmers and my grandparents were farmers too. I have an older cousin. He lives هي عفوا هي lives هنا، هذا هذا يا اس
بس الشخص الثالث with us and works on a farm. He is very funny. We grow rice and lots of vegetables like the cucumbers. My cousin is holding in the photo. عفوا لا الجملة مو هيش تنقري لأن أنا قطعت من السطر. يقول لازم تنقري جرة واحدة. We grow rice and lots of vegetables. أوقف هنا. Like the cucumbers my cousin is holding in the photo. مثل الخيار اللي شايله ابن عمي بالصورة. هاي جملة واحدة. Rice grows in body fields. يزرع الرز في حقول مستدامة يعني هاي الحقول الطويلة. Can you see the buffalo in the field؟ هل يمكنك أن ترى الجاموس؟ Here the farmer is getting the field ready to plant the rice. Plant the rice. يعني شنو؟ يعني يسقل نبتة الرز. هسه نجي هنا. Hello, I am Farah. I live with my family in Baghdad. I live with my family in Baghdad. My father is a pilot and he flies planes for Iraq Airlines. My mother is a housewife. Now, عفوا is a housewife now. هي الآن أبت منزل. But she was a nurse. This is my family having lunch. You can see my mom and dad, my two younger sister and my big sister. My aunt is sitting over there to mom. Here is a picture in the cockpit of my dad's plane. He is the co-pilot. He is the Afwan. He and the co-pilot are getting ready to leave Dubai. This is a picture. Afwan, this picture is at. شوفوا at شلون استعملتها at the airport in London. استعملتها بالمطار لأنهم ما يشتغلون بالمطار. هم يشتغلون بالطيارة بس فايتين بالمطار. You can see my grandmother, my mother. And my aunt with their bags ready to check in. Ready to check in. مثل ما قلت لكم هذا الملف راح أخلي لكم بالوصف رابط تقدرون تأخذونه. Thanks dear student for listening. Best wishes to all of you. Can be in touch with me by these seats. Thanks for you all.